وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد. مرحبا بك ست ناهد. أهلا وسهلا. بداية لو تطلعينا على مشهد الاعتصام والحراك في ساحة التحرير لو سمحتي. والله الاعتصام ما يزال كما هو، واللي تتوسع بشكل أفقي المساحة مالت التظاهر، ومصرين طبعا مصرين أن أما الموت وأما الحياة الكريمة أو الحياة نريد وطن. يعني تدري شو المعنى نريد وطن؟ يعني نريد وطن بدون هذه الحكومة، حتى يوضحوا حتى تسمعها الحكومة بالقلم العريض. نريد وطن بدون هذه الحكومة، بدونها هي. ومن 2003 لحد الآن شقد أكو حكام من هذول ينقشعون ويكون شلع قلع، هو هذا الوطن اللي نريده، لأن إحنا نقدر نسوي الوطن مثل ما نريد بالمواصفات اللي تعجبنا. وهسه حاليا يقولون، يعني يقولون لنا دائما شو أنتم المتظاهرين ما نعرف طلباتكم. بتسمعوني زين؟ بتسمعوني؟ نعم أسمعك. تفضلي. الحكومة تقول لنا إيش وأنتوا المتظاهرين مدى نعرف بالضبط طلباتكم شن هي، وهي طلباتنا واضحة. إحنا هسه نوضح لهم ونقول لهم نريد وطن بدونكم. ومسألة الدستور، أخاف يقولون تعديل الدستور، أصلا إحنا ما نريد تعديل الدستور. تدري المادة 42 شو تقول؟ تقول إنه ثلاث محافظات إذا اتفقت المنتظمة بإقليم، إذا اتفقت، إذا قالت لا تعديل للدستور، الدستور ما يتعدل. وإحنا نعرف كل زين أخوتنا الكراد أو المحافظات هناك الكردية راح تقول لا. دعينا نسلط الضوء أكثر حول مشهد الاعتصام والحراك. أنباء عن إصابة نحو 20 متظاهر قرب جسر الأحرار والبنك المركزي باختناقات و جروح برصاص الأمن كما تعلمون، كيف وقع الأمر وكيف تعاملت القوات الحكومية مع المتظاهرين السلميين؟ هذا ما يجري يوميا، تقريبا يوميا موجودة الحواجز، والمتظاهرين طبعا يردون، يعني أنا اللي أعرفه يردون عصيان مدني، والقوات الحكومية والأمن أمن تحديدا يردون يدخلون. وإحنا للمتظاهرين أو إحنا بالذات، احنا نعرف انه الدولة تريد تمارس النهب، تريد تسرق، اصلا هي اللي تريد تسرق المصارف، مو المتظاهرين. نعم، يعني هل وقعت اصابات ست ناهد لو سمحتي بين المتظاهرين؟ هناك انباء تتحدث عن وقوع 20 مصاب ومتظاهر. اكثر هالشكل. نعم. هي بحدود 9 متظاهرين اصابتهم شظايا واختناقات ايضا. حسب ما سمعت، مو المكان تعرف واسع، انا ما موجوده بكل مكان بس توصلني الاخبار طبعا. طيب برايكم ست ناهد، ما زالت القوات الحكوميه والميليشيات تستخدم العنف المميت ضد المتظاهرين، والذي كان اخره استشهاد الطالبه زهراء علي سلمان كما تعلمون، كيف كان رد فعل المتظاهرين بعد سماع خبر استشهاد الطالبه زهراء برايكم؟ أصلاً هذه البنت اللي بعمر الورد، وللأسف يعني هم جريمة بشعة بكل المقاييس بشعة. يعني هو يعني هي أي حكومة بالعالم إذا مواطن سال دمه فقدت الشرعية، وإحنا بيحوزون بينا حصد ويقتلونا، وبالأخير هذه آخر يعني الضحايا، هاي الطالبة اللي هي بعمر الورد قتلوها، اختطفوها اثناء الطريق، احتمال جايه اكيد للتظاهر، اختطفوها الصبح وبالمساء ذبوها قرب بيتها. نعم. ومعذره بشكل بشع. نعم. ما تتصور. طيب ست ناهد، اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين قالت في بيانها ان زهراء لم يكن لها ذنب سوى رغبتها بوطن خال من ايران والمحاصصه الطائفيه. إلى أي مدى أصبحت هذه الرغبة الأولى والأكيدة للمتظاهرين برأيكم؟ طبعا الرغبة الأولى والأخيرة، لأنه هو الجمهور الشيعي هو بالدرجة الأولى، هو أول الساحرين بوجه إيران، هو أول من قال إيران برا بغداد بتبقى حرة، هم أول من شرف هذا الشعار. طبعا السنه يعني انا ما اتكلم بالسنه والشيعه بس، يعني
قسمونا هم هذا قرارات الواقع. هذا هو اكو محافظات اكثريه سنيه ومحافظات اكثريه شيعيه، والمحافظات اللي اكثريتها شيعيه رفعت هذا الشعار وصارت بوجههم، صارت بوجه الحكومه ورفضتها للحكومه وقاومتها الان تقاومها. واذا نعم. طلب الامر تسد الارواح. طيب بعيدا عن زهراء، الطالبة زهراء، نقابة أطباء الأسنان ست ناهد تستنكر أيضا اعتداء قوات مكافحة الشغب على المفارز الطبية، بما تفسرون استمرار القوات الأمنية والميليشيات في استهداف الطواقم الطبية؟ الطواقم الطبيه طبعا، لانه اولا تطلع على الحالات، تكتب تقارير حقيقيه، يعني مثل الطب الشرعي، هو الطب الشرعي غير من الطبيب نفسه، فهي هذه تسبب عليهم، يعني من تعطي التقرير، التقرير يصير دليل دامق عليهم، فهم طبعا يروجون منها، طبعا يرفضوها، يرفضون وجودها ويقاوموها ويقمعوها. طيب سؤالي الأخير لكم ست ناهد، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين حملت البرلمان ورئاسة الجمهورية وأحزابهم الفاسدة مسؤولية الجرائم التي ترتكب ضد الشعب، وعلى الرغم من ذلك لا يزال شركاء العملية السياسية يتداولون من أجل تدوير نفس الوجوه، ما توقعاتك لرد المتظاهرين على حراك البرلمان والكتل السياسية؟ والله الله، يعني احنا المصالح مالتنا هي ثابته، وهو على سبب وجودنا في ساحه التحرير، تدوير نفس الوجوه واحنا راضيها. وهالمره ما هذا، يعني بعد 15 يوم ان شاء الله تكون المساله حاسمه بيننا وبين الدوله، بين الحكومه بالذات، مو الدوله، الحكومه. يعني اذا هذا ما اعرف، يعني المصير مجهول من الأسبوعين، يعني أعتقد المسألة راح تأخذ منحى آخر، يعني ما أقدر أتوقع بالضبط شنو، بس احتمال يصير الموقف دام إذا الحكومة أصرت على موقفها وما استقالت أو داورت نفس الوجوه. إذا اقترحت إن وجه من هاي المشاركين بهاي العملية السياسية البشعة أم المحافظة، أم النهب اللي توصل المافيوية، لا احتمال يتغير الوضع، تنقلب الأمور وتنقلب المعايير أيضا. نعم، وصلت الفكرة. الناشطة المدنية ناهد أحمد، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.